مرحبا بكم الاخوه الاعزاء من جديد على قناتكم قناه الو كمال في تجربه جديده لهاتف جديد معنا اوكيتيل هاتف اوكيتيل سي 17 البرو نسخه ديال 464 الهاتف اللي السعر ديالو ما غاليش بزاف فقط 105 دولار ابرز المواصفات اللي كيجينا بهم جينا 4 رام 64 ستوكاج ثلاثة الكاميرات 13 ميجا مع 5 مع 2 وكاميرا سيلفي 5 ميجا بيكسل كيدعم 4G بطارية 3900 الاندرويد الباي هادشي غنشوفوه كامل ان شاء الله من خلال الفيديو. بالنسبة نقومو بانبوكسين كيجينا الهاتف على هاد الشكل هذا هنا ظهر حامي من السيليكون تركوه جانبا الهاتف ديالنا هو هذا كما كنشوفو تصميم صراحة جميل جدا تفاجأت أنا صراحة لهذا التصميم بهذا السعر هذا نقوم بنزع اللاصق كما كنشوفو فالشاشة بها ثقب هنا كاميرا ابرز ما يميز الهاتف انه جينا مدخل الشحن تايب سي هادشي غنشوفوه نشوفو محتويات العلبه كما كتشوفو هذا كيبل الشحن تايب سي وعندنا الادابتاتور وعندنا هاد الدبوس ابره هادو هما محتويات العلبه للاسف ما كيجيوناش السماعات. اذا الاخوان بعد ما قمنا بتشغيل الهاتف ديالنا كما كنشوفوا الخلفيه الرائعه هناك عده خلفيات اخرى نقدروا نبدلوهم لكن غنخليو هذه الخلفيه هذه اللي جميله الصراحه. بالنسبه للون اللي في الهاتف رائع جدا طبعا كيتعرض للتبصم والتعرق وهادشي غنتغلبوا عليه بالكلاب اللي جينا في علبه الهاتف اللي كانت اسفوا انه ما جيناش بسماعات ولا حتى منفذ سماعات ما فيش كما كنشوفوا هذه ابرز ملاحظه في هذا الاي ار بلاستر للتحكم في الاجهزه الالكترومنزليه. بالنسبه للستوكاج فهو 464 معالج اللي جينا في هذا الهاتف فهو 67 63 ميديا تيك باقي المواصفات. بالنسبه لهنا الهاتف يخدم لك شريحتي اتصال وتستغنى على كارت ميموري ولا تخدم شريحه اتصال مع كارت ميموري. هنا مدخل الشحن تايب سي هنا ميكروفون سماعه هنا سماعة المكالمات هنا زر الباور أزرار رفع خفض الصوت هنا بالنسبة لوسائل الحماية فالهاتف كيفتح بجوج ديال وسائل الحماية فتح الهاتف عن طريق التعرف عن الوجه وأيضا بصمة الأصبع اللي كتبقى لا بأس بها مقارنة مع السعر ديال الهاتف اللي ما كيتجاوزش 105 دولار أي 1050 درهم مغربي. بالنسبة هنا للكاميرات عندنا ثلاثة الكاميرات رئيسية 13 ميجا بيكسل مع 5 ديال العزل مع 5 ديال التصوير بالزاوية العريضة و2 ميجا بيكسل اللي كتعطينا العزل مع فلاش. بالنسبة للكاميرا الأمامية 5 ميجا بيكسل كما كنشوفو كتجي ثقب في الشاشة وهذا تراند جديد طبعا نشوفوا هاتف بهذا الثمن هذا في هذه المواصفات وهذه الميزه هذه فهو كيبقى صراحه هاتف رائع جدا مقارنه مع السعر اللي كنت اسفوا انه ما فيش مدخل السماعات تقدر تخدمهم بالادابتاتور باش تخدم السماعات ديالك. في تجربه للكاميرا كما غنشوفوا هنا العزل بوكي برو البوتي ايماج فيديو كيصور الفول اتش دي 1080 ايماج كيما غنشوفو المهم هاتف قدر بزاف ديال الناس كيكون عندهم ميزانيه قليله فاش جبت لكم هذا الهاتف هذا هنا فايل مانجر كيما كنشوفو دبر الملفات هنا بالنسبه هنا تقدر تفعل هذه الخاصيه ديال تحافظ على اعيون ديال كما كنشوفو كابتير ديكرون وعده خاصيات اخرى. البطاريه اللي جينا بها الهاتف 3900 قلنا المعالج 67 63 ميديا تيك البصمه كتبقى لا باس بها ما سريعاش وما بطيئاش في نفس الوقت كما كنشوفو كتفتح بسرعه وايضا هناك خاصيه تعرف ولا فتح الهاتف عن طريق التعرف عن الوجه.
هادو ابرز ميزات ومواصفات الهاتف. السعر كما قلت لكم في علي اكسبريس ما كيتجاوزش 1050 درهم مغربي، اي معدل 105 دولار امريكي. في تجربة للصوت كما غنشوفوا، إذا الإخوان كما سمعتوا معنا هذا هو الصوت اللي جاينا به الهاتف، وفقط كيخدم لنا الفيديوهات حتى 720 وما كيخدمش 1080. المهم باش نكونوا واضحين معكم الإخوان، هاتف يقدر يكون بزاف ديال الناس المهم كيحتاج استخدامات ديالهم متوسطة ولا خفيفة، فهاد الهاتف هذا يلبي الاحتياجات ديالكم. طبعا الناس اللي كتبغي المكالمات وتصفح الانترنت ومشاهدة الفيديوهات وستوكاج اكبر، وباخر المواصفات ولا الخصائص اللي جايين بها الهواتف، فهاد الهاتف هذا يلبي الاحتياجات ديالكم. كهاد الترند هذا ديال الثقب في الشاشه، شاشه كامله، مدخل شحن تايب سي، بصمه الاصبع، ستوكاج كبير، هاتف كبير، ديزاين رائع. فكيبقى صراحه هاتف بهذا الثمن هذا فهو لا باس به. إذا الإخوان كما شفتوا كان هذا فيديو ديالنا اليوم، فتح علبة هاتف أوكيتيل سي 17 البرو. شنو هما الهواتف اللي بغيتونا إن شاء الله نجيبهم الحلقات الجاية؟ خليونا الآراء ديالكم حول هذا الهاتف هذا، واش يستحق شراء ولا لا. مهم هذا فيديو خفيف ظريف على قلوبكم الإخوان. إلى ذلك الحين كنضرب لكم موعد إن شاء الله فيديو جاي، ما تنساوش الاشتراك في القناة. السلام عليكم.